منذ فبراير اتخذت فنزويلا التي ضربها جفاف شديد وأزمة اقتصادية حادة تدابير منها الخفض الحاد في عدد ساعات العمل لموظفي الخدمة المدنية وقطع التيار الكهربائي 4 ساعات يوميا على مدى 40 يوما في الولايات 10 الأكثر اكتظاظا بالسكان. وتسبب الوضع القائم في الدفع بعديد المؤسسات صوب حافة الإفلاس كما هو حال هذا المرآب الذي يعمل كله بالكهرباء. إذا استمر هذا الوضع على هذا المنوال وخلال شهرين فإنني سأضطر إلى تسريح الموظفين وأن العاملين ينبغي عليهم أن يغادروا، لا يمكنني الاحتفاظ بهم. ولتبرير التقنين كانت الحكومة أعلنت وقت ذاك أن منسوب المياه في سد غوري للطاقة الكهرومائية الذي يؤمن 70% من الطاقة الكهربائية في البلاد بلغ مستوى منخفضا بشكل غير طبيعي. ووفقا للحكومة الاشتراكية فإن مناطق جمع المياه في فنزويلا والبالغ عددها 18 منطقة عانت جفافا ناجما عن ظاهرة النينيو التي تضرب أمريكا اللاتينية. لكن المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان اتهمت الحكومة بأنها لم تستثمر بما يكفي في شبكة الكهرباء لتلبية الطلب. فنزويلا تعاني أيضا من تراجع عائدات النفط، فقد أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية الحكومية في تقريرها السنوي أن عائدات النفط تراجعت بنسبة 41% في 2015 بسبب انخفاض أسعار الذهب الأسود. وانهارت فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة وتعتمد على النفط المصدر الرئيسي لوالدتها منذ بلغت الأسعار أدنى مستوياتها. وقد أفرغت رفوف المتاجر وعمدت شركة الكهرباء إلى تقنين التيار واضطر عدد كبير من المؤسسات إلى الإغفال. سألت بعض الأمهات إن كان أولادهن قد أكلوا شيئا ما فأجبنني ما يملكنه هو الصابون ويأمن استبداله بشيء آخر. وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية عميقة ناجمة عن تراجع أسعار النفط، فتسببت في نقص المواد الغذائية وازدياد عمليات النهب وأعمال الشغب. وإذا كانت المعارضة تعتبر الرئيس مادورو مسؤولا عن هذا الوضع فهو يتهم بدوره النخب المالية بشن حرب اقتصادية عليه.